بالعودة إلى موضوع كشف التوحد لدى الأطفال، خلال دقيقتين عبر اختبار جديد ينضم لنا عبر الهاتف من دبي دكتور سامر الجنيدي أخصائي بأمراض الأطفال. دكتور سامر، ما رأيك في هذا الاختبار الجديد لتشخيص التوحد لدى الأطفال الذي يكشف التوحد عند الأطفال خلال دقيقتين فقط، بالنظر إلى السنوات التي ربما يمضيها أولياء الأمور وهم لا يكتشفون أن طفلهم مصاب بالتوحد؟ الحقيقة يعني طيف مساء الخير اولا. مساء النور. طيف التوحد هو مرض يشخص سريريا، وكل الاختبارات التي تجرى احيانا كاختبارات تكميليه، اختبارات الدمويه مقصود طبعا فحوصات الدم التكميليه، هي اختبارات مساعده، لكن الاختبار الرئيسي الحقيقه صرنا سنوات عم ننتظره هو اختبار عبارة عن كويستشنير، يعني موجه أسئلة للأهل. نعم. تتعلق بسلوك الطفل مثلا، وهذا طبعا هي نحاول نوجهها للأهل وقت يكون الطفل عمره أقل من سنتين مشان نكشف مبكرا التوحد. الأسئلة تتعلق بالنطق، تتعلق بانه مثلا قدرة الطفل على انه يعمل باي باي مثلا، يعمل حركات معينة، قدرة الطفل مثلا بسن معينة بانه بسنة ونص مثلا او سنتين بانه يعمل حاله عم يمثل مثلا، بيعمل حاله عم يمثل انه عم يحكي بالتليفون او عم يمشط لعبة. المهم كثير شيء اسمه الاي كونتاكت، تلاقي العيون، يعني احيانا يعني مفترض انه مثلا بهالاعمار هاي الطفل يطلع بعينك وتتفاهمي عليه بالعيون، لغه العيون هاي كلها طبعا بتكون مفقوده، وهذا بيكون اختبار اولي. الاختبار النهائي حقيقه يعني معقد جدا، بيكون فيه اكثر من اختصاص طبي يعني. طيب اما الفحوصات الدمويه فهي تكميليه. نعم. طيب هذا يعني في أي عمر تحديدا يمكن اكتشاف هذه الأعراض أو هذه السلوكيات التي ذكرتها دكتور؟ من أي عمر، ابتداء من أي عمر؟ تقريبا بعمر السنتين، لكن أحيانا يمكن أنه نتوقع قبل شوي، يعني بحدود يعني بين السنة والسنتين، وهذا نعم. في تقدم كثير كبير بالمناسبة، لأنه كانوا سابقا يتأخروا يعني أكثر من سنة. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للأم التعامل مع طفلها الذي ربما لاحظت فيه أحد من السلوكيات التي ذكرتها، إذا كان ربما لا يركز بالحديث بالعين وما إلى ذلك، يعني كيف يجب التعامل معه؟ هل يجب التوجه إلى اختصاصي توحد أم ماذا بالتحديد؟ هلأ الأساس في الموضوع طبعا أنه يكتشفه طبيب الأطفال. يعني طبيب الأطفال عند زيارة الطفل له طبعا بالزيارات الدورية، يعني هي مثلا شهر شهرين أربعة ستة بعدين تسعة 12 بعدين ستة وثلاث أشهر سنة ونص، خلال الفحوصات الدورية طبيب الأطفال بياخذ إضافة لأنه بياخذ الوزن والطول بشوف التطور الحجمي للطفل، كمان بدرسه من الناحية العصبية والنفسية وبيقدر شيء بنسميه نحن التطور الروحي الحركي. فاذا لاحظ اي شيء طبيب الاطفال انه في مشكله، او اذا الام لاحظت، يعني كمان الام تقدر تلاحظ انه هذا طفله مثلا عنده مشكله معينه، فممكن كمان تطلب استشاره طبيب الاطفال. طيب دكتور، طيب دكتور سامر، ما رايك في بعض ربما التقارير وبعض الدراسات التي تتحدث او بعض الاشخاص حتى انه ربما مشاهده الطفل الاجهزه اللوحيه، جلوسه باستمرار امام التلفاز، مشاهدته بعض الاغاني وبعض يعني المخصصه للاطفال طبعا ان كان على الهواتف الذكيه والاجهزه اللوحيه يمكن ان يحفز اصابته بالتوحد، هل هذا صحيح؟ سؤالك جدا مهم، ونحن بنحذر انه الام تحط طفله امام الشاشه، سواء كان شاشه التلفزيون او شاشه الكمبيوتر فترات طويله، لانه هذا يعمل نوع من الاكتئاب. وبالعكس بقى نحن شو بنقول لهم للاهل؟ بنقول لهم تحكوا مع الطفل منذ اليوم الاول من عمره، لازم نحكي مع الطفل.
اما انه نحطه للطفل فتره انه نخلص من همه ونقعده فوق قدام التلفزيون، فهذا من اكبر المخاطر اللي الحقيقه. نعم دكتور، نواجهها. ايوه اشكرك جزيلا على هذه المداخله. الدكتور سامر الجنيدي اخصائي بامراض الاطفال كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.